السلام عليكم. لو احنا عايزين ننزل اي شخصية او اي مكون هنا، اروح هنا على ويندوز واقول له اسيت ستور، او هنا اسيت ستور، ابدأ يفتح لي النافذة، ابدأ اعمل سيرش على الحاجة اللي انا عايزها. مثلا خلينا نعمل ايجيبت مثلا، تمام، واقول له انتر، هيبدأ يجيب لي حاجات كتيرة فيها كلمة ايجيبت، في حاجات فيها بفلوس، تمام، وفي حاجات ممكن تلاقيها ببلاش برايس. اقول له انا عايز حاجة تكون بصفر، فيجيب لي حاجات هي بصفر اهيت. طيب هقول له انا عايز مثلا ديت، اقول له حملها لي، بيقول لي في مشكلة في الصوت، فبيبدأ يحمل اللعبة وتبقى عندي على المشروع بتاعي. بيحملها اهوت، وبعد كده هقول له امبورت عشان يعمل لها امبورت في المشروع بتاعي. اقول له ستور، يعني ده الايجيبت، اقول له اول امبورت، تمام، يبدأ يظهر معايا الحاجة بالشكل دوت. أقدر أحركها لو أنا عايز موف بالشكل دوت، أقدر أعمل سيلكت عليه، أهو بقى معايا جزء في قلب ال